يعني بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة، الأهلي عايز 3 بونت. لكن كتير من الناس ممكن كانت تشوفه على إنه فرصة. طبعا ده هدف شريف امبارح، وواحد من مكاسب الماتش امبارح كمان انه عودة شريف شريف استمراره كمل على صح الثنائيه بتاعت الزمالك وسجل بالظبط. تاني. انا بيتهيألي الاثنين الماتشين دول هيدوا لشريف دفعه كبيره جدا في توقيت مهم قبل كاس العالم. لكن السؤال هنا، هل كان مطلوب من الفرقه انها تكسب باقل مجهود، ولا كان مطلوب انها تستغل الفرصه دي لتجربه الشكل والاداء والتشكيل اللي ممكن يكون هيلعب في كاس العالم؟ احمد، بص يا احمد، هو النادي الاهلي او اي مباراه بعد مكسب القمه بتبقى صعبه بيبقى ليها جدا حسابات تانية. جدا، فبتبقى يعني افضل حاجه في السيناريوهات ديت ان انت تكسب. يعني 3 بونت مهمين جدا بعد النشوه وبعد فرحه الانتصار مباراه الزمالك، وبعد ان انت بتكسب وتقدم مباراه كبيره، فان انت تكسب حتى لو الاداء ممكن ما يكونش على قد المستوى زي مباراه الزمالك، لكن مهم جدا المكسب. مهم ان كمان دي اخر مباراه قبل كاس العالم للانديه، تدي اللعيبه فرصه ان هي خلاص تفك الضغوط، وتبقى في فرق كبير جدا في صداره الدوري. واعتقد ان مستر كولر فرق قال، كبير جدا عن فيوتشر ولا فرق كبير جدا عن الزمالك؟ اعتقد ان بص طبعا عن نادي الزمالك انا بشوف ان هو المنافس الحقيقي للنادي ايوه الاهلي مهما اوكي، فيوتشر. يعني شايف ان فيوتشر وبيراميدز مش هيكملوا منافسه، يعني بيراميدز ممكن يكمل، بيراميدز ممكن انما يكمل. فيوتشر ما اعتقدش ان هو يكمل، لكن نادي الزمالك هو المنافس الحقيقي للنادي الاهلي جماهيريا متفق يا أميال وتاريخيا. مع الكلام ده؟ لا، السيزون ده لا، انا مش تقليلا من نادي الزمالك، ولكن ايوه كحاله فنيه لفرق الدوري انا شايف ان بيراميدز مع باتشيكو هيبقى شخصيه مختلفه تماما. قادر ان هو منذ وصول الراجل لتولي قياده الفريق قادر يجمع نقاط، فاز على سموحه امبارح رغم النقص العددي في اسكندريه، فاز على غزل المحله. يعني يمكن التعادل الوحيد كان امام فيوتشر وبيراميدز يمكن هيبانوا اكتر لما يدخلوا في المعترك الافريقي، لان الاثنين طبعا بيقعوا في مجموعه واحده وهيخشوا في المنافسات الكونفدراليه مع الاهلي والزمالك. لا، انا شايف ان المنافسه على الدوري هتبقى رباعيه.